كورتا ما يتمش في الحال. قدامهم هما فرجهم في الجهة. عاشور سيكت موسم. أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جلف ثلاث أشخاص أعمارهم بين 35 و55 سنة ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج وتخزين ونقل المخدرات عبر إقليم الاختصاص، وذلك بعد استغلال دقيق معلومات وصلت لعلم ذات الفرقة تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بصدد بيعها وترويجها، أين ضبطت بحوزتهم 8 كيلوغرام و935 غرام ومبلغ مالي يقدر ب 25 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مركبتين تستخدمان من قبل أفراد الشبكة في تنقلاتهم.